أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا أثيرت في هذه الورشة، ولو انتبه إليها جهات الاختصاص في المؤتمر الوطني ومصرف ليبيا والاقتصاد ومصارف التجارية، ربما قصرت عليهم الطريق وعارضت لهم جزء كبير من المشكلة. 50-60% من المشكلة قد يجدون لها حلولا. أحد المشاركين ذكر لنا أنه عام 2005 اللجنة الشعبية العامة للمالية في عهد القذافي تعاقدت على يعني إعداد منظومة كلفتها أموال طائلة، يقول كلفتها 45 مليون دينار من كوريا الجنوبية، وهذه المنظومة اسمها منظومة الشباك الموحد، تربط كل الجهات المختصة، مصرف ليبيا والمصارف التجارية ووزارة الاقتصاد وهيئة الجمارك، تربطهم كلهم بشباك واحد، أي إنسان يدخل أي معلومة أو يتقدم بطلب أو يعمل أي إجراء يظهر أمام الجميع، يعني حتى الذي يريد أن يحتال أو يختسر كذا يكشف أمره، يعني يشهد عليه، يعني سرقة يعني معاش يمكن يستطيع أن يأخذ شيء من تحت الطاولة زي ما يقولون، بل بمجرد ما يتقدم الطالب الاعتماد بالطلب ويملأ البيانات يظهر الخلل في هذه البيانات، سواء كانت تزويف الرخص أو تواريخ أو انتحال صفة أو كذا، يظهر لكل جهة من الجهات التي يعنيها هذا التخصص في الاقتصاد يتعلق بالتراخيص، في المصرف ليبيا فيما يتعلق بالتحويلات، في المصارف التجارية، في الحسابات كم له حساب إلى آخره. فهذا يعني عدم تفعيل الشخص لأثار هذه القضية، أكبرنا في هذه المبادرة وقلنا إذا ما السبب حتى أثير هذا السؤال في وسط الندوة مرارا، ولكن للأسف لم نجد من يجيب عليه، كل واحد يرمي فيه على الآخر، الاقتصاد لا تجيب، المصرف ليبيا المركزي لا يجيب، المالية للأسف لم يحضر منها أحد، الجمارك ربما لا أعرف. المهم يعني ما فيش حد استطاع يعطينا جوابا لماذا لم تفعل هذه المنظومة. هذه المنظومة يعني في ظني واعتقادي أن تأخيرها وعدم إدخالها للعمل وعدم تفعيلها، هذا قد يكون يعني من وراءه الناس لا يريدون الأمور أن تنصلح ولا أن يتوقف الرشوة والفساد ولا التزييف ولا كذا، لأن عندنا مثال الآن. الجوازات استمرت شهور طويلة يعني في غاية الضنك وغاية الفساد والناس في غاية المعاناة، ووصل الجواز إلى آلاف مؤلفة عشان تحصل جواز تحتاج تدفع 2003 رشوة وكذا. لما فعلوا هذه المنظومة يعني حدت من نسبة كبيرة من هذا الفساد، ربما بعض الناس ما زالوا في بعض الفروع يتعمدون تعطيلها أو يفسدون شيء منها، لكن هي في الجملة نتائجها إيجابية ومفيدة وفعالة، يعني أشيد بالناس الذين يحرصون على تفعيلها والذين قاموا بإدخالها للجهاز وحريصون على أن يعني تعمل بصورة صحيحة، أشد على أيديهم وأكبر فيهم، لأن هذا هو الإنسان الذي يريد أن يبني هكذا، يبني يأتي بمقترحات يعني فعالة وإيجابية ثم يدخلها للميدان بحيث الناس يستفيدوا منها، لأن يرفع الظلم على المظلومين، يرفع كرب الناس، يعني الناس في كرب شديد. فهذه المنظومة، منظومة الشباك الموحد، أتمنى أن كل المسؤولين يولونها اهتماما ويدخلونها للعمل في أقرب وقت ممكن، لأنها ستسد علينا أبواب كبيرة من الفساد.